أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المشهد المغاربي. قالت مصادر رسمية مغربية إن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادق على قراره بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب بشكل يدمج منطقة الصحراء ضمن الأراضي المغربية، وهو ما يشكل حسب المصدر مكسبا سياسيا للمغرب. وكان المغرب قد أكد أنه لن يقبل إبرام أي اتفاق دولي يستثني أقاليمه الجنوبية بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. واعتبر المغرب القرار الجديد خطوة تهدف إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتجات الأقاليم الجنوبية. ودخل اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ سنة 2007، ويتيح لسفن الاتحاد العمل في منطقة الصيد التابعة للمغرب مقابل تعويضات مالية تصل إلى 40 مليون يورو سنويا. فما هي الآثار الاقتصادية للقرار الأوروبي على المغرب؟ وما هي دلالة عدم اعتماد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حكم محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم إدخال المناطق الجنوبية للمغرب ضمن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟ تقرير الزميل نبيل عبد اللاوي فيه المزيد. غادرت سفن الصيد الأوروبية المياه المغربية منتصف ليلة السبت الأحد تاريخ انتهاء الاتفاق الجاري به العمل حالياً، واستنفار في قطاع الصيد الأوروبي تخوفا من قطع مورد رزق الآلاف من الأسر. في المقابل لا زال المغرب بعد تجاوز عائق الشق السياسي متمسكا بطلب الرفع من القيمة المالية لأي اتفاق جديد محتمل. فبعد أسابيع من الترقب والمفاوضات التي وصفت بالعسيرة، فشلت الرباط وبروكسل في التوقيع على اتفاق جديد يتلائم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية والقاضي باستثناء الأقاليم الجنوبية من الاتفاق. مصادر إسبانية أوضحت أن العائق الوحيد الذي يواجه المفاوضين مالي تقني محض وليس سياسيا كما كان يتخوف البعض في البداية. فالمغرب يطالب بمضاعفة قيمة الاتفاق الجديد المتفاوض عليه بدل 40 مليار سنتيم قيمة الاتفاق الحالي. كما أن المغاربة يضعون شروطا تقنية جديدة بخصوص كمية ونوعية أسماك الصيد وضرورة احترام الراحة البيولوجية، إلى جانب إخضاع جميع السفن الأوروبية للمراقبة قبل الدخول والخروج من المياه المغربية. تأخر توقيع اتفاق جديد للصيد أصبح يقلق الأوروبيين، وفي هذا الصدد أعرب المسؤولون الإسبان والبرتغاليون عن رغبتهما في إنهاء مفاوضات توقيع اتفاق جديد بين الرباط وبروكسل في أقرب وقت بنجاح. معطيات دبلوماسية جديدة كشفت عن قرب ولادة اتفاق جديد ينهي الأزمة، وبات المغرب على مقربة من إبرام اتفاق جديد سيعلن عليه في الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء المفاوضات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في بروكسل، فيما أوشكت المفاوضات التقنية بين الجانبين على الانتهاء. ورغم أن الاتفاق بات وشيكا بعد حسم أكبر خطوطه السياسية والتقنية، إلا أن مصادر إعلامية أكدت أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق في أقرب الآجال إلا أنه يحتاج إلى مصادقة من الجانبين قبل أن يدخل حيز التنفيذ. إذن للتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، أرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أشرف طريبق معي عبر سكايب من الرباط. مرحبا بك أستاذ أشرف. إذن اتفاق جديد يبدو مغربي أوروبي فيما يتعلق بالمواد الزراعية المصدرة باتجاه أوروبا، في هذه المرة تشمل كذلك المناطق الجنوبية للمغرب. هل يمكن القول أن هذه خطوة إيجابية كما وصفتها المصادر الرسمية؟ ستتبعها خطوة أخرى خاصة بالصيد البحري كذلك قريبا؟ ألو؟ نعم ألو؟ أسمعك، تفضل أستاذ. طبعا هذا القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والذي المتعلق بملائمة يعني قرار الشراكة والاتفاق الفلاحي ما بين المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي بشكل يدمج الأقاليم الصحراوية،
أعتقد هو قرار إيجابي في هذه اللحظة، لا سيما أن هناك اتفاقا آخر متعلقا بمقتضيات للصيد البحري لا زال معلقا، وبناء على انتهاء صلاحيته يعني عدد كبير من أو أغلب السفن الأوروبية غادرت يعني المياه المغربية بعد انتهاء مدة هذا الاتفاق. يعني هذا القرار الذي جاء في هذه اللحظة هو أيضا يأتي معاكسا لما أبداه قرار يعني المحكمة الأوروبية والمتعلق باستثناء الأقاليم يعني التي سميت يعني الأقاليم الخاضعة للسيادة المغربية ولكنها متواجدة بجنوب الصحراء في جنوب المغرب يعني الصحراء المغربية، يعني والذي مس جوهر يعني الاتفاقات ما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن أغلب كمية الصيد التي تصطاد هي تابعة هي موجودة داخل المياه الصحراوية. أعتقد المغرب والاتحاد الأوروبي يمضيان نحو اتفاقية رابح رابح، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي يحاول ما أمكن أن يضمن مصالح مواطني الاتحاد الأوروبي. نعرف جيدا أن عددا كبيرا من السفن الإسبانية والبرتغالية ومن دول أخرى يعني هي تقتاد وتعيش على هذه كمية السمك المصطادة، فيتوفر موارد يعني عمل مهمة جدا لهؤلاء المواطنين. أيضا هناك اتفاقيات مرتبطة يعني، والمغرب أيضا يبحث عن شركاء جدد، بمعنى أن تعطيل أو إيقاف أحد هاتين الاتفاقين سواء اتفاق شراكة في إطار يعني منتجات الفلاحية أو اتفاق الصيد البحري سيؤثر بشكل يعني مباشر على اتفاقية التبادل الحر الموقع بين الاتحاد طيب. الأوروبي والمغرب في سنوات التسعينات. هل يمكن القول بتقديرك أشرف أنه كذلك حتى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدول الأوروبية عموما وخاصة إسبانيا، لأنه ربما 80% من البحارة الأوروبيين هم إسبان في نهاية الأمر، فبالتالي الإسبان سيتضررون أكثر من باقي الدول، هل يمكن القول أنه أحد أهم عناصر تجديد الاتفاق وربما تجديده بكامله بمعنى أنه سيضم كذلك المناطق الجنوبية هي نابعة من حاجة أوروبية قبل أن تكون حاجة مغربية؟ بالفعل، لأنه الاتحاد الأوروبي مواقفه هي براغماتية ليس فقط مع المغرب ولكن أيضا مع دول الخليج ومع دول أخرى، يعني عندما يضمن مصالحه الاقتصادية فهو يمضي في هذه الاتفاقيات بغض النظر عن الشكايات التي تقدم مرتبطة بحقوق الإنسان أو بحق تقرير المصير أو بشيء آخر من هذا القبيل، بمعنى أنه عندما وجد أن المصلحة ثابتة ومؤكدة لدى المواطنين الاتحاد الأوروبي وأن عدد كبير منهم سيتضرر سيسعى جاهدا إلى تجديد مثل هذه الاتفاقات. الأمر الثاني وهو أعتقد هو أساسي في تجديد هذه الاتفاقات وهو لا ننسى أنه قرار المحكمة الأوروبية يعني في 27 فبراير 2018 والمتعلق بحذف الأقاليم يعني الصحراوي والمياه يعني التابعة لأقاليم الصحراوي من الاتفاق الذي وقع ما بين الفوضى الأوروبية والمغرب، يعني هو أتى بعد الشكاية أو الدعوة التي رفعتها حملة يعني دعم الشعب الصحراوي المتواجدة بالأراضي البريطانية. ونحن نعرف مؤخرا أن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي عندما يجد نفسه محرجا بقضية ما كان طرفها يعني إحدى المنظمات المدنية يعني من داخل المملكة البريطانية والتي دفعت المحكمة الأوروبية لاتخاذ مثل هذا القرار، فهو يجد نفسه الآن متحررا. بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي وبموجب اتفاق بريكسيت ويتمضي في اتجاه يعني اتخاذ قراراتها المنفصلة. لا ننسى أن مؤخرا يعني حكومة إيرلندا يعني أصدرت قرارا بعدم يعني التعامل التجاري فيما يتعلق بالمنتجات قادمة من الصحراء بين المغرب وإيرلندا، بمعنى أن هناك اتفاقيات ملزمة لهذه البلدان، بما أن هذه البلدان خرجت من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي لم يعد ملزما، فهو يريد أن يضمن مصالحه الاقتصادية. ونحن نعرف أن إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وكذا عدد من الدول هي مؤثرة يعني في جوهر القرار الأوروبي بعكس يعني دول أكيد. شمال أوروبا أو دول أخرى، وبالتالي هذا كله يدفع في اتجاه تجديد مثل هذه الاتفاقات من أجل شراكة رابح رابح. سأعود إليك أشرف بعد لحظات. الأستاذ محمد شوقي الخبير الاقتصادي ينضم إلي عبر الهاتف من الرباط، ورحب بك أستاذ محمد شوقي. أسألك عن ما الذي سيستفيده الآن المغرب من تجديد هذا الاتفاق اللي ربما قريبا سيضم كذلك الصيد البحري؟ أعتقد أن الاتفاق كان واردا، يعني لأن الاتحاد الأوروبي كان أخذ أو اللجنة الأوروبية كانت أخذت يعني يعني تفويضا نقول من الرئاسة الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية
أن تتفاوض مع المملكة المغربية على أساس أن مجموع التجارة ومجموع المبادلات يشمل مجموع المملكة المغربية، يعني يشمل الأقاليم الصحراوية. فبالتالي يعني من ناحية نقول سياسية الاتحاد الأوروبي متحرر يعني في هذه المسألة، يعني إن أخذناها مسألة سياسية. لكن هناك أيضا المعطى الاقتصادي، لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي هو 27 دولة، إذا أزلنا بريطانيا 27 دولة لها نقول مصالح اقتصادية متباينة مع المغرب. هناك دول قريبة جدا مثل إسبانيا وفرنسا البرتغال وإيطاليا وإلى حد ما ألمانيا وطبعا هولندا وبلجيكا. ثم هناك دول الشمال يعني أقل يعني مبادلات وأقل يعني علاقات اقتصادية مع المغرب، وربما هي تمشي باتجاه السياسي. إذن الاتفاق الزراعي أو اتفاق المبادلات السياحية هو في صالح الطرفين، أعتقد في صالح المغرب، لأنه سيصدر يعني منتجاته الفلاحية دون أي شرط أو أي قيد. ومن الجانب الآخر وهو أن الاتحاد الأوروبي سيكون له يعني منتوج متوفر طول السنة، وهذا يعني في صالح أيضا يعني الاقتصاد الأوروبي. يعني من هذه الزاوية أنا أنظر من ناحية الاقتصادية أنها يعني رابح راوح. ومن ناحية السياسية كما نقول الأوروبيون اليوم هم أكثر ميلا إلى البرغماتية وإلى المصلحة التي تفرضها كل دولة، يعني كل استراتيجية كل دولة على حدة. جميل، ابقى معي أستاذ شوقي، سأعود إليك. الدكتور عبد السلام البلاجي كذلك معي عبر الهاتف، الخبير الاقتصادي من المغرب. دكتور عبد السلام، بداية هذه السنة محكمة العدل الدولية الأوروبية كانت أصدرت تذكرة أو قرارا أو حكما بعدم ضم المناطق الجنوبية للمغرب ضمن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأنه إذا وقع التجديد لا يجب أن تكون هذه المناطق ضمن الاتفاق من جديد. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يأخذوا بهذا الكلام، لم يأخذوا بهذا القرار، ومضوا في اعتبار المناطق الجنوبية جزء من الاتفاق وجزء من الأراضي المغربية فيما يتعلق بالمواد الفلاحية، وينتظر أنه كذلك تضم إليها مسألة الصيد البحري. ماذا يعني بالنسبة إليك عدم اعتماد وزراء الاتحاد الأوروبي على هذا القرار، قرار محكمة العدل الأوروبية، وكأنه لم يكن يعني؟ هذا يعني عدة أمور. يعني أولا أن الاتحاد الأوروبي يعرف أن مصالحه مع مغربين واحدين متوحد بما في ذلك الصحراء المغربية، وأن أي خلل يقع فيها الوحدة قد يتضرر منه الجوار، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بالمغرب اتفاقيات وشراكات في مجالات متعددة وليس فقط في المجال الاقتصادي. فهناك يعني شراكة وتعاون في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب، في مجالات ثقافية، في مجالات متعددة، يعني كل المجالات التي يمكن أن تتصور هناك فيها شراكات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. لذلك فهو يعرف أنه سوف يتضرر، لذلك هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني وهو مهم، وهو يعني أن رأي المغرب وتمسك المغرب بوحدته الماضية ورفضه لأي مساومة على هذه الوحدة رأي لا يمكن إلا أن يؤخذ بالاعتبار من طرف الجهات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، حين كما نتذكر جميعا حينما أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها كان موقف المغرب حاسما ولا يقبلوا الجدل ولا يقبلوا الطرد. طيب. كذلك فهذا هذه كذلك تدخل في عين الاعتبار. يعني كذلك من الناحية الثالثة أن الكيانات الانفصالية والكيانات التجزئية لم يعد لها محل في الأفق ولا في المستقبل، ليس فقط من طرف المغرب ولكن حتى من دول الجوار، ليس فقط للأوروبيين وإنما كما نرى اليوم القارة الأفريقية كلها تتحرك نحو
المغرب، وبطبيعة الحال حينما تتحرك نحو المغرب فهي تتحرك نحوه كما هو، نعم، وليس كما يتصوره الانفصاليون. إذا فهذه ثلاث نقاط مهمة جدا تعنيها هذه، يعنيها هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي. سأعود إليك بعد لحظات دكتور عبد السلام. أشرف تريبق، في المغرب بعض المسؤولين تعليقا على هذا التجديد الاتفاق مع المغرب واعتبار كل الأراضي المغربية جزء من الاتفاق اعتبروه مكسبا سياسيا جديدا، يعني تماما هو مكسب سياسي، لأنه لا ننسى أن جبهة البوليزاريو مؤخرا تحاول أن تمارس ضغوطا اقتصادية، يعني عملية الدعاوى التي ترفعها حول الفوسفات المغربي وكمية الفوسفات التي تم حجزها مؤخرا في جنوب إفريقيا والتي لم تعرف البيع في المزاد العلني وعادت إلى شركة الأم، يعني أيضا القرارات التي أصدرتها المحكمة الأوروبية في 2016 ولا 2018 بحذف الأقاليم الصحراوية من مجموع الاتفاقات ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، البوليزاريو أصبحت تلعب هذه اللعبة القضائية إن شئنا مرتبطة بالحق الاقتصادي. لكن المغرب في المقابل يحاول ما أمكن أن يسوق نتيجة تدبيره للأقاليم الصحراوية، مثلا أكبر ميناء بحري الآن يعني يبنى في منطقة الدخلة وهي داخل الأقاليم الصحراوية، يعني المبالغ والاعتمادات الكبيرة التي تصرف في إطار النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية، يعني إذا احتسبنا هذه المبالغ سنجدها أكبر بكثير مما يجنيه المغرب من الدعم الذي يسلمه الاتحاد الأوروبي في إطار مثل هذه الاتفاقات، بمعنى أن المغرب أيضا هو واع بدوره ومسؤوليته حول هذه الأقاليم التي يدبرها انطلاقا من تبعيتها للتراب والسيادة المغربية، فبالتالي يحاول أن يفشد ويجد يعني خطط البوليزاريو. البوليزاريو أكيد أنها ستطعن في مثل هذه القرارات، أعتقد أنه بعد مجلس وزراء الخارجية ستتوجه نحو البرلمان الأوروبي والذي يعرف تواجدا مهما لبعض الأحزاب الداعمة لأطروحة البوليزاريو في أوروبا، وإذا فشلت في ذلك لأن المغرب أيضا له أنصاره وله يعني الدول التي يعني تؤيده في موقفه ستلتجئ حتما إلى المحكمة الأوروبية، هي معركة لا تنتهي. لكن كما قلت يعني ما يهيمن على هذه الاتفاقات هي مصلحة الطرفين معا. المغرب يجني يعني ثمار سيادته السياسية، يعني هو يغض الطرف عن الحجم الاقتصادي لأنه مبلغ 40 مليون دولار سنويا، هو مبلغ ضعيف مقارنة إذا قارنا بالمبلغ التي تجنيه موريتانيا مثلا في اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، يعني مكاسب مادية أعتقد هي لا تصل إلى الكمية المطلوب فيها، بالإضافة إلى خرق للبيئة، إلى كمية السفن كبيرة جدا التي تتواجد في التراب، لكن يجني ما يعني أرباحا سياسية مهمة جدا بعدم التفريط في سيادته وتبعية الصحراء للمغرب انطلاقا من هذه الاتفاقات. طيب الدكتور أستاذ محمد شوقي، يعني المغرب الآن كباقي الدول ربما يعيش كذلك أزمة اقتصادية، حتى ضبب يعني هناك ضبابية سياسية البعض يصفها هكذا في المغرب مؤثرة على الوضع حتى الاقتصادي، هناك حتى مقاطعة اقتصادية لبعض المواد والمنتجات ردا على غلاء أسعارها كما قيل. يعني هذا المنجز دعنا نقول المغربي في الاتحاد الأوروبي، هل سيعيد ترتيب الوضع الاقتصادي؟ هل سيعيد أو يشجع دعنا نقول على مزيد الاستثمار في القطاع الفلاحي لأنه من أهم القطاعات في المنطقة المغاربية بصفة عامة هو هذا القطاع، ولكنه مع الأسف يقول البعض أنه قطاع مهمل، لو تستثمر فيه الدول المغاربية سيكون لها مردود واسع ومهم جدا اقتصادي بالنظر لعدم وجود موارد أخرى كالبترول وكالغاز في المغرب على سبيل المثال. هذه القرارات وهذا يعني دعنا نقول المكاسب التي حققها المغرب في هذا الاتفاق، هل ستشجع على مزيد الاستثمار في القطاع الفلاحي بتقديرك؟ أعتقد أن القطاع الفلاحي في المغرب من أكثر القطاعات الفلاحية ليس فقط في المنطقة بل في العالم العربي وفي مجموع إفريقيا. المغرب من بين يعني 12 دولة في العالم الأكثر إنتاج للزراعة، يعني لنقول المواد الزراعية حتى لا نقول الزراعة أقصد بها القمح بل نقول المنتجات، نعم، يعني الفلاحية. المغرب من بين 12 دولة في العالم
الكبرى، بالتالي المغرب ينافس فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وهو مزود أساسي للسوق الروسية، وأيضا مزود لعدد من الدول الإفريقية ودول الخليج. لا، القطاع الفلاحي في المغرب قطاع كبير، للمغرب يستثمر أكثر من مليار دولار ونص، يعني 1.5 مليار دولار سنويا استثمر في السنوات الأخيرة في إطار برنامج المخطط الأخضر. يعني القطاع الفلاحي اليوم يعني فائض قيمة بحوالي 13 مليار دولار يعني في المتوسط، يعني لا ننكر القطاع الفلاحي في المغرب يشغل 33%. لا ننسى أيضا أن المغرب ليس فقط مصدرا للقطاع الفلاحي بمعنى المنتوج الذي يجنى من الضيعة أو من الحقل، لا، المغرب له صناعة غذائية، يعني صناعة المغرب الغذائية موجودة في ألمانيا وفي بريطانيا وفي السويد وفي الولايات المتحدة. لا، القطاع الفلاحي بهذا المعنى كبير جدا، ولا أعتقد أن الأوروبيين يستثمرون في الفلاحة المغربية لحسابهم، لا، الأوروبيون يستوردون السلع المغربية أو الفلاحة المغربية في الفترة التي يكون فيها أوروبا في طقس بارد، في فترة الثلج، في فترة يعني الصقيع، تكون المنتجات الفلاحية المغربية قد يعني أستاذ محمد شوقي يعني المغرب من يستثمر في القطاع الفلاحي، يعني شركات مغربية أم مشتركة هناك كذلك الأوروبيون؟ نعم، هناك شركات أوروبية، شركات سعودية، شركات إماراتية، شركات يعني من دول أخرى، ولكن بالمحصلة تبقى المساهمة المغربية هي أكبر، يعني لأن قطاع الفلاحة في المغرب هو قطاع حساس، وبالتالي أن القوانين المغربية يعني يصعب على أي أجنبي أن يتملك أرضا فلاحيا، يعني بإمكانه أن يشتري بيتا أو يشتري قصرا، ولكن صعب عليه أن يشتري أرضا فلاحية، فبالتالي الأرض تبقى للمغرب، لكن كإنتاج، كاستثمار، كتدبير، كنقول يعني عائد على المردودية، هذا متاح في إطار اقتصاد السوق، في اقتصاد ليبرالي. ولا ننسى شيئا آخر، وهو أن اليوم المغرب يعني ربما من الدول نقولها في المنطقة المغربية وفي أيضا الشرق الأوسط وإفريقيا الذي تقريبا له أكبر نسبة مما يسمى الأمن الغذائي، يعني الأمن الغذائي في المغرب نسبيا إن قرن طبعا بالدول المجاورة والدول المشابهة يكاد يكون عنده يعني اكتفاء غذائي، إلا طبعا في شيئين أساسيين كبيرين، هو يعني عز في ما يسمى القمح وأيضا في السكر، يعني هذان المنتوجان ربما المغرب فيه عز. يعني واضح، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد شوقي الخبير الاقتصادي، كنت معي من الرباط. دكتور عبد السلام البلاجي، الوضع الاقتصادي المغربي بصفة عامة كيف تنظر إليه؟ هل هو في تحسن، في عافية، أم هناك يعني مخاطر ما زالت تحدق بها بالاقتصاد؟ لأنه في كثير من الأحيان حتى الوضع الاقتصادي مرتبط طبعا بالوضع السياسي. يعني عموما الوضع الاقتصادي في المغرب وضع يعني وضع لا بأس به، ووضع مستقر، وهو في بطبيعة الحال في نمو مستمر، رغم أن هذا النمو لا ينعكس مردوده بشكل مرضي على الجانب الاجتماعي، أي دائما نميز بين ما نسميه النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، يعني هناك يعني سير مرضي في أو نمو مرضي في الجانب الاقتصادي ونمو أقل يعني رضا او رضائيه في المجال الاجتماعي، لكن عموما الاقتصاد المغربي يسير بشكل يعني كما قلنا لا باس به، سواء في المجال الفلاحي، الفلاحه اليوم تساهم باكثر من 18% من المنتوج الوطني الاجمالي، كذلك الصناعه والصناعات يعني التكنولوجيات العاليه هاي تك يعني اليوم موجودة في المغرب، في ذلك صناعة الطائرات والأجهزة الدقيقة، وكذلك صناعة السيارات التي أصبحت يعني صناعة متميزة على المستوى القاري، وتجاوزت تصدير السيارات حتى إلى أوروبا أكثر من 500,000 سيارة في السنة، كذلك في المجال التجاري والتبادل التجاري، اليوم المغرب نوع تبادله التجاري
لم يعد مقتصرا على اوروبا، صحيح ما زالت اوروبا هي الشريك الاول، لكن يعني فتح جسران مع روسيا، مع الصين، نعم. مع البلدان العالم العربي، له اتفاقيه شراكه كذلك مع الولايات المتحده الامريكيه، وان كان الولايات المتحده هي الاكثر استفاده. على كل حال نستطيع ان نقول ان المغرب يتحرك وبخطى جيده في العموم مرضيه في العموم، كما انه اليوم يعني عنده عائق كبير وهو قضيه استيراد الطاقه، لكن اليوم يتوفر المغرب على مخطط للطاقه البديله، واليوم يتوفر على اكبر محطه لانتاج الطاقه الكهربائيه الشمسيه في افريقيا، وسوف يصل حاجياته الطاقيه في افق 2020 الى حوالي 30%، على اساس ان شاء الله في افق 2030 سوف تصل الى 50%، وهذا سوف يخفف من عبء استيراد الطاقه البتروليه على المغرب، مما يمكن الاقتصاد المغربي من السير قدما الى الامام، ويمكنه ان يحقق نموا جيدا في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي معا. شكرا لك دكتور عبد السلام البلاجي الخبير في الاقتصاد الاسلامي، كنت معي من الرباط، اشرف اختم معك. يعني الخبيران الاقتصاديان محمد شوقي عبد السلام البلاجي تحدثوا على ان هناك نموا اقتصاديا مقبولا يعني ومتواتر وهناك استقرارا، لكن هذا الاستقرار لا يقابله النمو على المستوى الاجتماعي، اين الخلل بتقديرك؟ يعني أتفق معك، يعني إذا كان المغرب قد نجح في بعض المشاريع المتعلقة بالإقلاع الاقتصادي يعني وتحسين صادراته وتأمين الحاجيات في بعض المجالات، فإنه فشلا يعني واضحا في المجال الاجتماعي، والذي يدل على ذلك يعني كثرة الاحتجاجات الاجتماعية التي نراها هنا وهناك، كما أن المستوى المعيشي للطبقة الوسطى ولعدد من فئات هو في تراجع. طيب الإشكالية هي واضحة جدا، هي تكمن في ربط يعني الأثر والراجع الاقتصادي مع المعيش اليومي للمواطنين، وكيف سينعكس ذلك على حياتهم اليومية. للأسف الشديد إلى حدود الآن لم نستطع أن نصل إلى ذلك الأثر المباشر المرتبط بالاستثمارات الكبرى التي تقوم بها المملكة. فمثلا إذا تأملنا مثل مشروع القطار السككي الفائق السرعة الذي يعني استنزف طبيعة الحال ميزانية الدولة وأخذ مليارات كبيرة جدا، يعني من المرتقب أن يتم تدشينه يعني في السنة ولا في السنة المقبلة، لكن إن آثاره على معيشة المواطن والإيجابيات الاقتصادية يعني ستكون بعد سنوات. هذا هو الإشكال، هو أن الاستثمارات المغربية هي طويلة وطويلة المدى، بحيث لم يعني تتحقق آثارها الآن. حتى عندما نتكلم عن المخطط الأخضر، فالمخطط الأخضر استفاد منه كبار الفلاحين، استفادت منه الشركات الأجنبية، استفاد منه الكبار، ولم يعد بقيمة يعني إيجابية جدا على الصغار، مما يدفع الصغار إلى بيع أراضيهم وتسليم ممتلكاتهم إلى تعاونية كبرى أو شركة كبرى قصد الاستيفاء فقط على مستوى مبالغ الكراء او بعض المبالغ التعويضيه البسيطه جدا. اذا كيف يربط المغرب ما بين السياسه الاقتصاديه الحره، يعني النموذج الاقتصادي الذي حرر الكثير من القطاعات التي لم تعد ملكا للدوله او خلصها من احتكار بعض الجهات نحو يعني استثمار للجميع، كيف نربط بذلك بالمستوى المعيشي والاجتماعي؟ كيف سيخفف ذلك من حجم الاحتقان الاجتماعي؟ كيف سيحسن او ينقص من آثار التفاوت الاجتماعي؟ المغرب يملك نسبة تفاوت مجتمعي يعني عالية جدا داخل المنطقة المغربية وداخل القارة الإفريقية، الفرق ما بين أعلى الأجور وأدنى الأجور، الفرق بين الطبقات الاجتماعية، يعني هذه هي الوصفة التي يجب أن تتعرض لها الحكومة والتي يجب أن تناقش على أعلى مستوى، بحيث يعني تحمي، هذا هو الأمن الذي يبحث عنه المواطن المغربي. المواطن المغربي يعرف جيدا قيمة التقدم والتنمية التي تعرفها البلاد، إلا أنه يستنكر ويحتج بشدة لأن ذلك لا يمس آثار يعني معيشته اليومية. واضح جدا، شكرا لك أشرف طريبق الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من الرباط. مشاهدي الكرام نذهب إلى فاصل قصير لنعود نواصل بعده ما تبقى من المشهد، تفضلوا بالبقاء معنا.